السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموجز الإخباري من قناة المرابطون. أكد وزير الداخلية النيجيري محمد بازوم أن 12 دركيا نيجيريا لقوا مصرعهم صباح اليوم السبت خلال هجوم مسلح على بلدة أيورو الواقعة شمال العاصمة نيامي بالقرب من الحدود مع جمهورية مالي. ويأتي هذا الهجوم بعد أزيد من أسبوعين على الهجوم على دورية في المنطقة خلف مقتل 4 جنود نيجيريين و4 أمريكيين. قال تقرير أممي إن موريتانيا تعتبر الوحيدة في مجموعة دول الساحل التي لم تحدد بعد كتيبتها للمشاركة في القوة المشتركة التي يصل قوامها 5000 عسكري. وحسب إذاعة فرنسا الدولية فإن موريتانيا لم تبدأ العمل بعد في المقر التابع للقوة المشتركة المرتقب أن يكون في منطقة بيكة. وكانت بعثة أممية تضم سفراء الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قد زارت موريتانيا يوم أمس حيث أجرت مباحثات مع الرئيس محمد عبد العزيز. دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الغابون بشأن أعمال العنف التي شهدتها البلاد عام 2016 عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي انتخب فيها علي بونغو أوندمبا لمأمورية ثانية. وفي رده على هذه الدعوة قال الناطق باسم الحكومة الغابونية ألين كلود إنه لا يتفهم دعوة الاتحاد الأوروبي وإن السلطات الغابونية سبق وأن تقدمت بمبادرة للجنايات الدولية من أجل التحقيق. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.